كسي وفطري ماك على هادشي هذا. تعطلت على الخدمة. راكي مولات الشي تفحالك مشي حتى الاخر. لا باترون. ماما ما عنديش دار الازياء، انا طبيبة. تبارك الله على بنتي الطبيبة. سولتي باباك؟ راه في مزرعة. كامل باقي مقلق. صافا خرجت معاه البارح هو مريم، كان بخير. شكون تخيتي هادي؟ البنت اللي صفقتي في الحفلة. غوزمون مسكينة ظريفة ما ستشتش في خاطرها. كتشتش في خاطرها؟ هي يعني على هادوك الناس اللي كنعرفهم. لقيت دجاجة بكمونها غتشد فيه غتطلقش. ماما علاش كديري بحال هكا؟ خليها على خاطرو مرتاح معاها. انتي مالك؟ شي ما غيكونش. ما غيكونش هادشي. ايوا سي تخو طار مامون. بون جورني. تخو طار؟ ماشي مع حبيبة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الاكتئاب وي. كمال حبيبي ديالي بابا ديالي فينك؟ انا غير هنا اقطع وصلت. جيتي في وقتك. الله بخير. صافا الحمد لله. صافا انت بخير؟ الحمد لله. المهم بغيت ندوي معك. غدا ان شاء الله غادي نتزوج بمريم. دويت مع الوالد وفرحان ليه. تلقيتو يومي كتجي عندي دابا كتقولي غادي تزوج بها؟ غادي تخرجني على راسي ولا شنو؟ غتحمقني. بغيتها وارتحت ليها. وسليمه مسكينه؟ سليمه اللي عطاتك حياتها كامله، اش غدير فيها؟ ها؟ كوني هانيه. سليمه داغي غادي تنساني. راه هذوك الناس الصابه واش كتفهم شنو هي؟ الوالده مريم راه درويشه ويتيمه. لقيطه؟ 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 اختي بيا انا وحده لقيطه هنا للدار. صافي صافي هادي الاخره. هادي ديالي هادي الاخره. هذا هو المشكل ديالك، كتفكر غير في الفلوس. واحد النهار غادي تبقاي بوحدك. راه حتى الوالد هرب وخلاك. لا لا ضربيني، لا ضربيني ضربيني ضربيني. باش عمرك غادي تعاودي تشوف هاد الوجه. كمال كمال ماما واش ما بغيتيش تعيقي؟ راه انت اللي تخرجي علينا في هاد الدار. فيقي شويه. انت اخر وحده غادي تهضر. انت سكتي. شوفي كمال كيفاش دايره؟ اش تعطيني النصائح انا؟ سكتي. انت مالحي في قصير. على المرات كنشك واش انت امي ولا لا.